نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في أعمال القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى بحضور أصحاب الفخامة والسمو رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، والتي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمركز الملك عبد الله الدولي للمؤتمرات بجدة.